الله، ايه يا بطل الابطال؟ هو انا خيال قدامك ولا ايه؟ مش شايفاني؟ لا ازاي؟ شايفاك. طب ايه رايك بقى في العربيه الالاجه دي والهيئه؟ مفيش مبروك؟ مبروك. مالك بتقوليها من تحت ضرسك كده ليه؟ وانت عايزني اعمل لك ايه بقى؟ اتحزم واطلع فيها واقعد ارقص لك؟ يا ريت يا ريت يا بطل الابطال، بس مش فوق العربيه، في بيتنا ان شاء الله. هو انت لسه فاكر؟ انا لا نسيت ولا عمري هنسى، بس انت اللي مش هفك الشوق. انا مربوطه من رقبتي. طالما مش من قلبك يبقى تحلي وانا مش هحلك، والنغنغه اللي انا فيها دي كلها هغرقك فيها، بتاعتي، وانا اللي هقول لك مبروك على العربيه يا بطل الابطال. عربيه حته واحده؟ لا يا اخويا، الحاره دي ما تشيلش عربيتين. حاره ايه يا عبيطه؟ ده انا هقعدك في احلى شقه فيك يا بلد، شقه على النيل دوبلوكس 300 متر وفيها شاكوسي. شاكوسي يا بنت؟ اه، ما انا الهبله بتاعتك بقى بتضحك عليا بكلمتين. ادينا فيها ادينا فيها يا ست البنات، قولي انت بس وشوفي كيمو العايق هيعمل ايه. ما رضيتش تقفل المحل وتطلع. وكل ده بقى قاعده معاها عشان تقولي لها الكلمتين بتوعك دول؟ اه، هي كلمتك. طب يا حبيبتي، ما دام انتوا بتعرفوا تتكلموا كويس قوي في الموبايلات كده، كان لازمتها ايه نزلتي؟ ما كنتش قعدتي معاها يا بنتي لحد ما تقفل. انا مش صبي ورشه يا ماما. الله، مالك يا بنت معوجه كده ليه؟ ما انت نازله عدله. هو انا يا اما امشي على هوا الست توحه، يا اما ابقى اتعوجت؟ انا اللي بكلمك مش توحه. وانا زهقت يا ماما، وبدل ما انت ماسكه فيا كده على طول الخط، امسكي فيها هي مره واحده اساليها بقى. احمد بيه فين يا حبيبتي؟ انا شعرفت. لا انت عارفه، وعارفه كويس قوي كمان. ولما تشوفيه يا حبيبتي بيقولي له ان هو ما بقاش يلزمني، ودبلته اهي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟